استغاثة من طلاب الجامعة العمالية في 11 فرع على مستوى الجمهورية. الطلبة دخلت الجامعة العمالية على أساس أنه 4 سنين وبيدي شهادة بكالوريوس. فجأة الطلبة بحسب يعني الاستغاثة اللي جات لنا في مساء دريم، فجأة الطلبة فوجئوا أنه وهم خلاص في سنة أولى أو حتى في سنة تانية، فوجئوا بتحويل الشهادة من بكالوريوس لدبلوم منتهي، بالرغم من أنه الكلية زي ما قلنا هي 4 سنوات وتعادل البكالوريوس. طبعا امبارح تواصلنا على الهواء، قدمنا تقرير ونقلنا فيه اصوات الاستغاثات من الطلبه اللي سجلنا معاهم، وتحدثنا هاتفيا مع الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، واكد لنا في مداخلته معانا امبارح على الهواء انه هذا القرار هو قرار يخص وزاره القوى العامله بشكل مباشر. وزارة القوى العاملة هي المسؤولة عن الجامعة العمالية كمناهج وكأسلوب تدريس، وحتى فكرة أنه القرار بأنه تبقى بكالوريوس ولا دبلوم 4 سنين ولا سنتين، ده قرار تماما بيصدر من وزارة القوى العاملة ولا علاقة لوزارة التعليم العالي بهذا الشأن، وأنه بس دورها إشرافي. ما معناه يعني ان دورها اشرافي. وبالتالي امبارح على الهواء قلنا خلاص لازم النهارده يبقى معانا اما القوى العامله او الجامعه، رئيس الجامعه العماليه ربما اللي موجود الحالي او السابق، حد بس يشرح لنا هي المسؤوليه عند مين بالظبط. وانا اتمنى بس ان الشباب زمايلي نبقى معانا من القوى العامله كمان حد ضروري. خلونا ناخد جزء الاول من التقرير، نفتكر كده استغاثه الطلبه ونرجع نشوف هيكون مين معانا. دلوقتي احنا اول ما دخلنا عميد الفرع كان اسمه دكتور علاء الزمراني، سالته كذا مره احنا 4 سنين ولا اتنين، قال لي 4 سنين، وعملوا كذا مؤتمرات احنا 4 سنين ولا اتنين، قال 4 سنين ومعتمده وكل حاجه من الوزاره. دلوقتي هم معطين لنا شهاده مختومه ان هي دبلوم منتهي، يعني حتى ما ينفعش اقدم ثالثه ورابعه في اي معهد تاني. يعني في ناس دلوقتي معانا بتعمل معادله عشان تقدم هندسه، قالوا لهم انت دبلوم منتهي ما ينفعش. هو كده خلاص قضى علينا من كل ناحيه، من كل ناحيه كده هو قضى علينا، مناش ان احنا نكمل في اي حته تانيه بره. حتى الناس اللي جايه بتقدم بتعرف ان هي سنتين بتسيب الجامعه وبتمشي. وضع الشارع احنا بنعدي من جحر صغير كده من تحت بيت عشان ناخده مواصلات، بنعده من جحر تحت بيت، بعد كده بنعدي سكه قطر، بعد كده بنخش بين مخازن شركات. انا واحد عايز اكمل تعليمي واشوف مستقبلي، واهلي اللي مستنيين ان انا ابقى حاجه ضاع كل ده. خلينا ناخد هاتفين الدكتور عادل عبدو رئيس الجامعة العمالية السابق وخبير صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء. دكتور عادل اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك سمعتني ولما تواصلنا مع حضرتك النهارده يعني شرحنا لحضرتك طبعا رد وزاره التعليم العالي. قول لنا يا فندم كده الطلبه دي وضعها ايه بالظبط، وما صحه ما ذكره لنا الدكتور عادل عبد الغفار بانه اي قرارات لها علاقه بخفض سنوات التدريس في الجامعه العماليه او المناهج او تحويلها شهاده من بكالوريوس الى دبلوم، ده ملوش علاقه بالتعليم العالي وانما يخص وزارة القوى العاملة. بداية أنا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا على المداخلة، وطبعا يعني أنا من فترة بسمع كلام متضارب ولغط كتير، فلما سمعت امبارح الدكتور عادل عبد الغفار حبيت برضو إن أنا أوضح الصورة للناس. أنا مش عايز أدخل الأول في نشأة الجامعة نفسها والقرارات الجمهورية والقرارات الوزارية بالنسبة للتعليم العالي وإنشاء الشعب المختلفة ليها، سواء شعبة التنمية التكنولوجية أو شعبة العلاقات الصناعية أو حتى شعبة الفندقة والشهادات اللي هي بتمنحها والحاجات اللي هي معادلة زي بكالوريوس العلاقات الصناعية بيعادل بدرجة بكالوريوس إدارة الأعمال نحو الجامعات المصرية كليات التجارة شعبة إدارة الأعمال. وطبعا بالنسبه للشعب التنميه التكنولوجيه اللي بتخرج بكالوريوس اخصائي برتب الجوده، وده مش موجود على مستوى مصر عموما، وبالتالي هو طيب غير معادل لان ما فيش نظير. يعني كلمه معادله يعني معناها في نظير ليه في الكليات الحكوميه او الجامعات الحكوميه.
فطبعا لما بنقول احنا بكالوريوس مراكز الجوده ملوش معادله، لان هو فعلا ما فيش عندنا تخصص في اي من الجامعات. بكالوريوس ايه يا فندم؟ الجوده معلش، اخصائي مراقبه جوده. اخصائي مراقبه جوده ده ملوش معادله لانه ملوش نظير في اي جامعه مصريه. وبالتالي كلمه معادله بالنسبه له دي ما لهاش معنى، لكن ممكن نقول ان هي ممكن يبقى ليه اعتراف، يعني المجلس الاعلى للجامعات بيعترف ببكالوريوس اخصائي مراقبه الجوده. تمام. طيب بالنسبه طبعا الدكتور عادل عبد الغفار، اولا الموضوع فعلا زي ما هو قال ما هوش قرار مفاجئ ولا حاجه، لان كان في 15 كان هناك طلب مقدم من رئيس الجامعه في الوقت ده بخصوص طابع التنسيق بالنسبه للجامعه، فكان رد المجلس انه في ابتداء الكلام ده 12/11/2015، احنا كنا في العام الدراسي وقتها 2015/2016، فخد المجلس القرار بتاعه قصر القبول على الحاصلين فقط على الدبلومات الفنيه. كانت الجامعه العموميه بتاخد من الدبلومات الفنيه وبتاخد من الثانويه العامه في المرحله الاولى، وكانت بتاخد في المرحله الثانيه مدارس الخمس سنوات او اللي هو يكون حاصل على الدبلوم السنتين الاولانيين. فهو قصر القبول على الحاصلين فقط على الدبلومات الفنيه اللي هو 3 سنوات بعد الاعداديه اعتبارا من العام 16/17، وان الدراسه في الحاله دي هتبقى لمده سنتين يحصل الطالب بعدها على دبلوم مهني منتهي. ده فعلا القرار اللي هو اللي كان متاخد وقتها، وانا بدات طبعا شغلي في الجامعه العموميه في سبتمبر 2016. انا نفسي ما كنتش عارف هذا القرار بعدين بعد فتره حتى اللي انا ايه اللي احنا عرفناه. طيب نيجي حضرتك بقى، كان في قرار المجلس الاعلى للجامعات تاني على اثر هذا الكلام في 13/10/2016، جلسه المجلس الاعلى للجامعات 13/10/2016، كان في البند اولا بيقول استمرار الطلاب الملتحقين بالجامعه بشعب الدراسه الثلاث بالجامعه اللي هي العلاقات الصناعيه والتنميه التكنولوجيه والفندقه قبل العام الدراسي 2016/2017. يعني أي حد التحق بالجامعة العمالية قبل 2016/2017 المفروض إن ده يستكمل دراسته بالجامعة وفقا للقرارات واللوائح المعمول بها وقت قبولهم بالدراسة بالجامعة العمالية، يعني دول هيكملوا لحد بكالوريوس ما عندهم أي مشكلة. طيب في ثانيا تعليق منح الجامعة العمالية لدرجة البكالوريوس للطلاب المستجدين اعتبارا من العام الدراسي 16/17 وما بعدها لحين تطوير العملية التعليمية، فهي دي النقطة اللي هي ايه اللي احنا بنتكلم فيه. القرار طبعا كان معروف بالنسبة للجامعة وكان معروف لكل الناس، وانا نفسي كنت موجود وقتها وبدأت الشغل بتاعي. المطلوب كان من الجامعة العمالية نتيجة طبعا من فترة طويلة المفروض ان الجامعة كانت تحدث المناهج بتاعتها، تطورها، تطور الامكانات المادية، تزود الامكانات البشرية بتاعتها، وده ما حصلش لفترة طويلة، وبالتالي الوزارة شايفة ان هي ايه المفروض ان الكلام ده يتحدث. يبقى احنا عندنا ثلاث محاور. معلش استاذنك يا دكتور، استاذن حضرتك بس الشباب، احنا معانا رقم احد الطلبة ما عايز يعمل مداخلة ضروري بس يوضح حاجات، استاذنكم كلمه. اتفضل يا دكتور. فعندنا طبعا في ثلاث محاور اساسيه بالنسبه للقرارات بتاعه المجلس الاعلى للجامعات، وايه هي الطلبات اللي هو محتاجها من الجامعه العماليه تعملها علشان بمجرد ما هي تحصل الجامعه العماليه ترجع الى سابق عهدها وتدي درجه البكالوريوس. بالمناسبه القرار بتاع 13/10/2016 طيب. الجامعه العماليه تدي دبلوم تكنولوجي وليس دبلوم مهني، وامبارح حضرتك سالتي هذا السؤال، ايه الفرق بين المهني وايه الفرق ما بين التكنولوجي؟ دايما المهني حضرتك اللي بياخد دبلوم مهني، بكالوريوس مهني، ماجستير مهني، دكتوراه مهني، ده واحد بياخد درجه في غير تخصصه. تمام؟ يعني واحد بياخد ماجستير مهني، يعني انا مهندس وعايز اخد درجه في اداره الاعمال، فبروح اسجل دبلوم مهني او ماجستير مهني في كليه التجاره. طيب. لكن دبلوم تكنولوجي هو ده المفروض، ده المسمى الصحيح لخريج الجامعه العماليه، لانه حسب قرار المجلس الاعلى للجامعه 13/10 ده تخصصه، تمنح هذا الدبلوم التكنولوجي. طيب معلش يا فندم، تاني هرجع بس للنقطه المحوريه بتاعتنا دلوقتي، مين اللي في ايده انه يقرر اذا ما كانت الدراسه في الجامعه العماليه تنتهي ببكالوريوس او دبلوم؟ التعليم العالي ولا القوى الخاصه ولا القوى العامله؟ لا يا فندم، زي وزاره التعليم العالي بموجب في فتوى حضرتك كانت طلعت من الجمعيه العموميه القسميه لفتوى التشريع،
بخصوص كان طلب الرأي القانوني مدى نفاذ قانون تنظيم الجامعات الصادر اللي هو 49 سنة 72 على القائمين بالتدريس بالجامعة العمالية، ومدى تبعية الجامعة العمالية تنظيميا وإداريا لوزارة التعليم العالي. طب ما فيش يا دكتور، معلش انا بعتذر بس يا دكتور مش هقدر اخد يعني النبذة التاريخية كاملة عن الموضوع عشان بس الوقت. ما انا بقول يعني ما فيش تعديل. الجامعة تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وللوزارة القوى العاملة، فنيا تتبع وزارة التعليم العالي، بدليل الطلبة اللي بيكونوا من الجامعة العمالية بيجوني من مكتب التنسيق اللي هو طيب وانا لما اقول فنيا بتتبع التعليم العالي، معنى كده انه التعليم العالي هو من يقرر، الجهة دي هي من تقرر إذا كانت هتمنح شهادة بكالوريوس ولا المجلس الأعلى للجامعات هو من يقرر، هو من يعتمد الشهادات، هو من يعتمد النتائج، هو اللي بيديني طلبة. طب حتى لما باخد موافقة إن أنا آخد ملفات مباشرة. طيب أمال في اعتقاد تمام أمال في اعتقاد حضرتك يا دكتور، في اعتقاد حضرتك يعني امبارح الدكتور عادل عبد الغفار وهو المتحدث الرسمي للوزارة التعليم العالي، يعني في اعتقادك يا فندم هل في خطأ ما، هل مش يعني معرفش يعني ازاي، كيف له ان يؤكد على فكرة انه الجامعة العمالية لا تتبع المجلس الاعلى للجامعات، لا تتبع وزارة التعليم العالي تنظيميا واداريا يا فندم، ولكن تتبع وزارة التعليم العالي فنيا من حيث قبول الطلاب واعتماد نتائجهم واعتماد الشهادات بتاعتهم. ما انا سالته على جزء محدد جدا يا دكتور عادل، وحضرتك امبارح سمعت المكالمه دي. انا سالته قلت له يا دكتور عادل مين اللي مسؤول يقرر يقول الطلبه دول بعد الدراسه بتاعتهم هياخدوا بكالوريوس ولا دبلوم؟ قال لي القوى العامله قولا واحدا. القوى العامله يا فندم القرارات دي كلها بتخرج من المجلس الاعلى للجامعات، ولا نستطيع احنا كجامعه عماليه نقبل طالب واحد يدخل الجامعه من غير موافقه مين؟ المجلس الاعلى للجامعات والادارات. طيب استاذنا خليك معانا يا دكتور بس اخد احد الطلبه. حسام اتفضل يا حسام. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. اهلا يا فندم. اهلا بيك، اتفضل يا حسام. انا يا فندم حسام من فرع اسكندريه، من احد الناس الطلبه المتضررين من القرار دوت. اتفضل. انا يا فندم داخل من سنه 2016 من عميد الجامعه لحد اصغر موظف في الجامعه، كل اللي تساله يقول لك اربع سنين. ما سمعناش كلمه سنتين دي نهائي ابدا من اي حد. طب انا امبارح على التليفون يا حسام، وانا عارفه ان انتوا اغلبكم يعني في الجامعه اتفرجوا امبارح علينا في الجزء ده عشان ده طبعا موضوع يخصكم واحنا بنقدمه في المقام الاول ليكم. امبارح دكتور عادل عبد الغفار لما سالته في الجزئيه دي قلت له يا دكتور هل تم اعلام الطلبه، هل هم عارفين انه اتغير ما بقاش بكالوريوس وبقاش اربع سنين؟ قال لي طبعا معروف ومعلوم وتم اعلانهم واعلان الجامعه. لا يا فندم ما حصلش يا فندم. انا بعت لحضرتك على الواتس بوست نازل في 2016 نازل على الصفحه الرسميه المجلس الاعلى للجامعه العماليه ان هم بيقولوا ان الجامعه اربع سنين. في فيديو يا فندم للدكتور عادل عبده صوت وصوره بيقول بنفسه ان في بتاريخ 22/2 بيقول بنفسه ان الجامعه العماليه اربع سنين، وحكايه ان في دبلوم منتهي او الكلام ده خلاص بقى امر خلاص مش موجود، والطالب يقدر يكمل عندنا او يكمل في مكان ثاني. بس يا حسام ابعت لي البوست على الواتساب بسرعه لو سمحت. يا فندم انا بعته يا فندم. انا عايزه البوست ده يا شباب بالراحه. بس يا حسام انا عايزه البوست ده يا شباب لو سمحتوا، البوست اللي هو من المجلس الاعلى صفحه المجلس الاعلى للجامعات اللي بيؤكد فيه انه الجامعه دي بكالوريوس. عايزين بس نشوف البوست ده لو سمحتوا حالا يا حسام، ثواني قبل الفيديو بس انا عايزه البوست لو سمحتوا. طيب هو بعته يا شباب. طيب خليك معايا يا حسام. دكتور عادل نعم، يعني هو نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله، احنا الوضع دلوقتي ايه يا فندم؟ انا عايز استعرض مع حضرتك عشان استفاد دلوقتي هو ايه اللي عملته الجامعه العماليه من تاريخ ما صدر قرار المجلس الاعلى للجامعات ان هي لازم تصور العمليه التعليميه. لو سمحت اديني فرصه علشان ده هيوضح الموقف لكل الناس اللي هي مش فاهمه الموضوع، في ناس ما عندهاش المعلومه. اتفضل يا فندم. احنا فندم بناء على القرار اللي طلع في 13/10/2016 بان الجامعه العماليه تدي دبلوم تكنولوجي منتهي وليس دبلوم مهني منتهي إلا حين تطوير العملية التعليمية، بدأنا جهزنا لائحة دراسية مطورة لشعبة العلاقات الاجتماعية وقدمناها للمجلس الأعلى للجامعات في يناير 2017، ولائحة مطورة بنظام المهارات والقدرات المهنية المرجعية لشعبة التنمية التكنولوجية بنظام 2+2، وقدمناها للمجلس الأعلى للجامعات للجان بتاعته للاعتماد في مارس 2017.
الموضوع ده قعد موجود، دخل لجنة القطاع التكنولوجي واللائحة بتاعت علاقات صناعية راحت لجنة الدراسات التجارية واتعرضت ورجع بتقرير، والتقرير ما اتعرضش في المجلس الأعلى للجامعات. وقتها كان الدكتور أشرف حاتم هو رئيس المجلس الأعلى أو الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات. وبعد كده لحد في يوليو بدأت الأمور تتحرك شوية، وأول رد جانا من المجلس الأعلى للجامعات كان في شهر 8/2017 بناء على تقرير من اللجان دي أنه تتجدد المعادلة سنة للعلاقات الصناعية، وتم تحويل اللائحة مرة تانية للجنة قطاع التعليم التكنولوجي، لأن اللجنة كان وقفت الاجتماعات بتاعتها في 4/17 وتحول الموضوع مرة تانية للجنة قطاع التعليم التكنولوجي بالنسبة لشعب التنمية التكنولوجية. المهم آخر حاجة دلوقتي ان احنا اللوائح بتاعتنا موجوده من يناير 17 من مارس 17 في لجان المجلس الاعلى للجامعات، في لجنه تم تشكيلها من قبل القائم باعمال الامين العام للمجلس الاعلى للجامعات السابق اللي هو الدكتور يوسف راشد، وهذه اللجنه بعتت تقريرها واعتمدت، بتقول انا بعتمد هذه اللائحه الجديده، والمفروض هذا الكلام على أجندة المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه طيب بكرة إن شاء الله. طيب يا دكتور عادل، حضرتك وأنت كنت أولا، بس مع الإسوين يا دكتور، يا حسام لو أنت معايا لسه، أنت ما بعتش البوست يا حسام، أنت ما بعتش البوست يا حسام، أنت بعت الفيديو بس اللي فيه دكتور عادل، وطبعا هو دكتور عادل معانا على التليفون دلوقتي، فمش هزيع فيديو بيقول فيه نفس الكلام اللي بيقوله دلوقتي يا فندم. مش نفس الكلام، الفيديو اللي انا بعته لحضرتك فيديو الدكتور عادل بيقول ان الجامعه العماليه 4 سنين. الكلام ده كان امتى الكلام ده حضرتك؟ في 22/2/2018. لا يبقى نعرض الفيديو ده. طب هنشوف خليك معنا دكتور عادل لو سمحت. طب نشوف جزء من الفيديو ده، بس بوست الفيسبوك بتاع صفحه المجلس الاعلى للجامعات ما بعتوش يا حسام، لو تلحق تبعته لي في دقيقه هقدر انزله على الشاشه. نشوف بس جزء من الفيديو ده. الجامعه العماليه قبل كده كان دايما سؤالهم نقدر نعمل دراسات عليا ولا ما نقدرش؟ نقدر نعمل دراسات عليا، لا احنا بننشأ الجامعات التكنولوجيه لو احنا عايزين نسجل في كماجستير في التكنولوجيا او دكتوراه في التكنولوجيا، هيبقى الباب ساعتها ايه؟ مفتوح. ده معناه ايه تاني؟ انه ما عادش يبقى عندي زي ما كان الجامعه او التعليم العالي بيقول، ما عادش بقى الدبلوم تكنولوجيا، ما عادش الدبلوم منتهي خلاص. ما هو الشرط علشان انا اعمل الجامعات التكنولوجيه علشان يدخل المرحله الثانيه يبقى لازم يكون هو حاصل على الدبلوم التكنولوجي عشان يكمل ياخد بكالوريوس التكنولوجي. فاذا كل واحد هيبقى حاصل على دبلوم تكنولوجي هيقدر يكمل بيه في اي جامعه من الجامعات التكنولوجيه، ده اذا هو ما حبش ان هو يكمل في الجامعه العماليه، وان شاء الله هيبقى مفيش اي مشكله برضه في هذا الكلام. دكتور عادل، هو لما حضرتك في الفيديو ده، لما ده كان في فبراير 2018، حضرتك كنت ما زلت بترأس الجامعة العمالية؟ نعم نعم يا فندم. الموضوع ان احنا عندنا دلوقتي في درجة جديدة في المجلس الأعلى للجامعات وافق عليها، وهي درجة بكالوريوس التكنولوجي، ودي طبعا بتشترط ان اللي ياخدها لازم يحصل على دبلوم في التكنولوجي الأول، زي الدبلوم اللي هو هياخدوه في السنتين الأولانيين بالنسبة لشعب التنمية التكنولوجية. ده هي البكالوريوس التكنولوجي حاليا اللي بيمنحه فقط هي المجمعات التكنولوجيه، واللي انا مدير احد المشروعات اللي هي الخاصه بصندوق تطوير التعليم اللي بينفذ هذه المجمعات. ده الجهه الوحيده اللي بتمنح بكالوريوس التكنولوجي حاليا، بتدي دبلوم وبتدي البكالوريوس. وبالتالي كون ان الطالب ياخد دبلوم في التكنولوجي لما هتنشأ الجامعات التكنولوجية علشان هو يكمل المرحلة الثانية فيها لازم يكون حاصل على دبلوم التكنولوجي. من هنا انا قلت ان اللي حاصل على هذا الدبلوم في التكنولوجيا ممكن لما هتنشأ الجامعات التكنولوجية هيقدر ان هو يكمل بكالوريوس التكنولوجيا. عندك تعليق يا حسام؟ استأذنك يا دكتور بس لان احنا وقتنا للأسف خلاص انتهى، خليك بس معايا ثانية اخد منك كلمة اخيرة. حسام، سمعت اللي قاله دكتور عادل؟ سمعت يا فندم. انا المفروض ان انا راجل داخل جامعه عماليه تدي درجه بكالوريوس ودافع لا يقل عن 11000 جنيه جايبهم، واهلي تعبانين فيهم وجايبين الفلوس، يعني ربنا يعلم جايبينها ازاي،
المفروض ان انا زي العقد شريعه المتعاقدين يا فندم، انا جاي انا داخل الجامعه اربع سنين من عمدها، انا بعت الفيديو لحضرتك لاحد عمداء الفروع برضو هو بيقول صوت وصوره ان الجامعه اربع سنين. حضرتك لو 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 الفيديو ده برضو ما اثرش، في فيديو تاني للاستاذ عبد الفتاح ابراهيم في 14/1/2018 وبيقول احنا كده خلاص المينا بكل الشروط اللي طلبتها المجلس الاعلى للجامعات. طب ازاي الميت وازاي المجلس الاعلى للجامعات مطلع بيان ان انت ما عملتش الشروط وكده، انت لسه زي ما انت دبلوم منتهي. انا بشكرك يا حسام، انا بشكرك انا بشكرك، يعني احنا كنا حريصين طبعا ان انتوا كلمتونا وعايزين اصواتكم تطلع ويعني عملنا ده بالفعل. دكتور عادل انا هاخد كلمه اخيره من حضرتك، بس انا عايز اقولك على حاجه يا دكتور، يعني بحق ربنا كده بمنتهى الصراحه والامانه انا تهت والله العظيم، يعني انا من امبارح بتناقش في الموضوع ده، انا تهت يا دكتور. يعني لما انا هقول لحضرتك معلش يا دكتور معلش امبارح يعني حط نفسك يا دكتور مكان الطلبه دول معلش طبعا، يعني النهارده الطالب ده يا دكتور زي ما قال بيدفع المبلغ ده وبيدخل وباني باني يا دكتور اسمعني بس، انا سمعت حضرتك اسمعني يا دكتور عادل لو سمحت، وباني احلام وطموحات على انه هيتخرج في توقيت معين ان شاء الله، في هيبقى معاه شهاده معينه، وبعدين فجاه يكتشف وهو في سنه اولى او تانية يعني بعد ما راح عليه سنه او اتنين انه النظام اتغير، وبعدين نيجي احنا نتكلم مع المتحدث الرسمي باسم وزاره التعليم العالي يؤكد على الهواء مرارا وتكرارا انه الجامعة العمالية لا تتبع في موضوع انها تبقى بكالوريوس او دبلوم، لا تتبع التعليم العالي وانما تتبع وزارة القوى العاملة. فالنهاردة حضرتك كرئيس الجامعة العمالية السابق تؤكد انه لا هي بتتبع التعليم العالي ومجلس اعلى الجامعات فيما يتعلق بموضوع الشهادة. طيب وبعدين حضرتك دلوقتي بتقول ده معانا على الهوا، وحضرتك كنت بترأس الجامعة العمالية لغاية لسه مدة قريبة جدا، وعندما كنت ترأس الجامعة العمالية ظهرت في هذا المؤتمر يا فندم وأكدت أنه الجامعة بكالوريوس وأربع يعني. لا يا فندم أنا ما قلتش كده، ما قلتش بكالوريوس، أنا بقول أن الجامعة دي 2 زائد 2 يعني مرحلة الدبلوم ومرحلة البكالوريوس. إحنا دلوقتي يا فندم طب الحل إيه دلوقتي يا دكتور؟ الحل بس إيه دلوقتي عشان الطلبة دي متضررة؟ إن إحنا وزارة التعليم العالي يا فندم عندها اول جزء من اللي مطلوب تحقيقه وهي اللوائح الدراسيه، في لائحه منهم يا فندم المفروض داخله تعتمد بكره ان شاء الله في اجتماع المجلس الاعلى للجامعات شعبه التنميه التكنولوجيه، يطلع بيها قرار وزاري وبعدين يبتدي يشوف اجراءات بدء العمل بيها، وبعد كده هنقدم طلب او المفروض يتقدم طلب لوزاره التعليم العالي لهؤلاء الطلاب ان هم يكملوا الدراسه بتاعتهم. يا فندم طلب ايه؟ انا امبارح دكتور عادل يا دكتور عادل انا امبارح دكتور عادل عبد الغفار على التليفون بيقول لي انه لسه بيبحثوا في تطوير المناهج وطالبين من الجامعه العمليه تغير مناهجها وتغير، ده قصه محتاجه وقت يا فندم، هو في مناهج بتتغير مش عنده يا فندم. انا بقول لحضرتك في لائحه هتعتمد بكره من المجلس الاعلى للجامعات في الاجتماع بتاعه، لائحه شعبه التنميه التكنولوجيه على اجنده الاجتماع يا فندم، على اجنده الاجتماع انه ايه يتم البت في موضوع يتم اعتماد اللائحه الاولانيه المطوره الحديثه لشعبه التنميه التكنولوجيه احد الشعب اللي هي بتقول بكالوريوس ولا دبلوم، اللي هي المفروض يا فندم بتدي 2 زائد 2 تدي الدبلوم وتدي البكالوريوس، هو بيعتمد اللائحه بيعتمد المناهج المطوره الجديده اللي هو طلبها مني. طب دي شعبه واحده، باقي الشعب الشعبه الثانيه اللائحه بتاعتها يا فندم في لجنه القطاع الخاصه بيها، ومش عايز اقول لحضرتك امبارح كان الاجتماع بتاعها وتم الموافقه عليها على اعتمادها برضو، هترجع تدخل يا فندم اجتماع تاني اللي جاي للمجلس الاعلى للجامعه. بشكرك يا دكتور عادل، بشكر حضرتك جزيل الشكر، يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله، بس اتمنى دلوقتي يعني الساده في وزاره التعليم العالي المجلس الاعلى للجامعات القوى العامله والجامعه العماليه نفسها، يعني رجاء بس، لانه انا والله العظيم انا تهت، انا عماله ببعت رسائل لزمايلي على الهواء بقول لهم انا مش يعني انا في حاجه تايهه مني، انا مش فاهمه برضو، يعني اكتر من تصريح وتصريحات فيها تصريحات متضاربه، وبعدين في النهايه يعني دول شباب برضو في سن، ما مش عايزين برضو نزعل الشباب، عايزينه يبقى عنده دايما امل كده ومتفائل وبتاع، ماشي تمام بكره في لجنه وفي هيقعدوا يبتوا في اللائحه، يعني اتمنى بقى بس يبقى في سرعه، لانه اللي انا فهمته امبارح من متحدث وزاره التعليم العالي انه الموضوع محتاج وقت، يعني قال لك لسه هيبصوا في المناهج وطالبين يغيروا المناهج وطالبين يعملوا لائحه من اول وجديد علشان يرجعوا يدوها شهاده بكالوريوس مش دبلوم. اتمنى بس يعني ان يتم حل هذا الموضوع حتى لو بشكل مؤقت والتعامل بشكل فيه شفافيه وصراحه،
وتصريح واحد بس يبقى فيه كده يعني ثبات في التصريحات. في